إحياء لليوم الوطني للشجرة انطلقت اليوم عملية تشجير واسعة تحت إشراف السيد والي الولاية ويعني بمشاركة كل السلطات الأمنية العسكرية وكذا يعني فعاليات المجتمع المدني من جمعيات وحتى تلاميذ مدارس. تهدف هذه العملية إلى يعني بداية غرس أكثر من 3000 شجيرة من نوع البلوط الفليني وكذلك من نوع البلوط الأخضر. يعني البرنامج راح يكون مستمر الى يعني غايه نهايه حمله التشجير اين ستمس كل يعني ربوع ولايه تيبازا. بمناسبه اليوم الوطني للشجره جينا اليوم هذه غابه شابه انا وبابا وخويا وزملائه غرسنا الشجره وهذه الشجره باش تعطينا هواء نظيف وانا باش نغرسوا الشجر وعندها فوائد بزاف وانا غرس شجر البلوط والخروب. اليوم هو اليوم العالي الوطني للشجرة وحنا جينا باش نغرسوا الشجرة وكانت أجواء جيدة كثيرا وأعجبني وأعجبتني هذه الأجواء كثيرا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.